بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر له على فضله وامتنانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحييكم أنا محمد الحربي، مقدم هذا اللقاء وأحد المتدربين بمجلس اللغة العربية للشباب والذي يشرف عليه مجمع اللغة العربية. مرحبا بمشاهدينا ومستمعينا الكرام في لقائنا السبتي العلمي الذي يشرف بأنظاركم ويتهادى إلى أسماعكم عبر هذه المنصة المباركة المنبثقة من رحاب مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة. فأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. أرحب اليوم أو نرحب باسمكم وباسم المجمع بمحاضرتنا في هذا اللقاء العلمي سعادة الأستاذة الدكتورة إيمان السيد أحمد الجمل، أستاذ الأدب والنقد بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام سابقا وعضو مجمع اللغة العربية بمكة. أهلا وسهلا بكم سعادة الدكتورة، ونشكر لكم تلبية هذه الدعوة. شكركم، شكرا جزيلا، مرحبا بالجميع. أهلا وسهلا، ونستمتع اليوم بهذا اللقاء العلمي الذي عنوانه فن الرقوش في الشعر الأندلسي. مرة أخرى حياكم الله سعادة الدكتورة وأهلا بكم، والوقت لسعادتكم. شكرك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نهتدي ونستعين ونصلي ونسلم أخلص صلاة وأتم تسليم على نبينا محمد صادق الوعد الأمين. إني أتوجه بالشكر أجزله إلى مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة شرفه الله، بعد أن من الله علي أن أكون أحد أعضائه برعاية كريمة من رئيسه العالم الجليل سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي ورفاق دربه الميامين، وأدعو الله أن يكلل أعماله في سبيل خدمة اللغة العربية الشريفة بالنجاح الدائم وتحقيق المأمول. وبعد، اليوم تتلاقى الفنون العربية الإسلامية في بقعة عزيزة علينا جميعا، الأندلس، ونخص من مواقعها مملكة غرناطة. غرناطة آخر الممالك التي سقطت في أيدي القشتاليين مع نهاية عصر بني الأحمر وسلاطينهم. ونحن هنا اليوم في حضرة جمال غرناطة. غرناطة يعني معناها الرمانة، فهي يعني رمز للجمال، وخصوصها الحمراء الجميلة المتراصة بشكل بديع جدا. هي فعلا كذلك، فهي يعني بنيت قصورها على تلة الحمراء. ربما يكون سبب التسمية أن الأرض وطينها وترابها لونها أحمر، وربما نسبة إلى بني الأحمر. الرقش هنا حينما نتحدث عن فن الرقوش، أريد أن أوضح أولا معنى الرقوش. الرقوش هي تلك الأشعار والكلمات والشعارات، الشعار الذي اتخذه بنو نصر لدولتهم، ولا غالب إلا الله. هذه الأشعار التي يعني أوصى بها واهتم بها جدا بنو الأحمر، بحيث أنهم جعلوا وزراءهم من كبار الشعراء، وكانوا يطلبون منهم أن ينسجوا وينظموا قصائد شعرية أو مقطعات شعرية ترقش على سائر مباني المملكة الغرناطية، لا تحصر أبداً في القصور، إنما أيضاً في الأبراج وفي المدارس وحتى على الأثواب، على الفرش والأثاث، في كل شيء هناك فن الرقش. لكن ما هو الرقش؟ الرقش هو التنقيط والحفر
على الجص وهو لين، والجص يعني هي كلمة معربة تتكون، يعني مادة بنائية تتكون من الحجر ومن كبريتات الكالسيوم وتمزج بالماء، ويتم رقش الكلام عليها، رقش أبيات الشعر عليها بخطوط جميلة بطريقتين، إما بطريقة القالب، فيعد القالب وهو في حالة ليونة وتحفر عليه الكلمات بالخطوط الأندلسية الجميلة، سواء بالخط اللين أو الخط النسخ، أو الطريقة الأخرى أن يدهن الجص على الجدران أو على المكان الذي سيوضع عليه، ويتم حفره بمدق حديد. هذه الطريقة تسمى رقش حديدة أو نقش حديدة، هذه الطريقة التي كان يتم بها الرقش، وهو في النهاية مثل النقش، فيه من الزخرفة وفيه من التنميق والتجميل لتتكامل منظومة الجمال في غرناطة، فكل ما فيها جميل. اليوم نحن في حضرة الجمال وفي حضرة الفن وتلاقي فنون الشعر والعمارة وفن الخط العربي. طبعاً الشعر والعمارة هناك روابط كثيرة جداً بينهما، منها الخيال، الشعر قائم على الخيال، والعمارة أيضاً قائمة على تخيل المعماري، المهندس المعماري في تصور فكرة البناء، والبناء طبعاً هو متعدد الوظائف، فتحقيق هذا الجمال، هذا التخيل للفكرة التي يتصورها وتدور وتشغل بال كل من الشاعر والمعماري حتى تخرج، ويعني تخرج في صورة قصيدة أو تخرج في صورة مبنى، كلاهما يعني أعمالهم قائمة على الخيال حتى يظهر إلى يعني في صورة الواقع. الله أكبر الله أكبر، عندنا أذان الظهر الآن. هذا وأن الشعر قائم على العمود، عمود الشعر العربي، وأيضا العمارة قائمة على العمود. هناك كثير من التلاقي الحقيقة بين الشعر والعمارة، ويجملهم ويزيد من بهائهم فن الخط العربي. الخط العربي طبعا يعني نما وتطور في المشرق وانتقل إلى الأندلس، ولم تكن الأندلس لتتخلف عن تطور هذا الخط وتجميله، وضافت بصمتها عليه، فالأندلس تعطي كل يعني من شخصيتها ومن تميزها على كل شيء أتى إليها من المشرق، سواء الشعر أو الخط أو سائر الفنون الأخرى. هذا هو عن تلاقي هذه الثلاثية الجميلة، الشعر والعمارة والخط، فيتميز بهم جميعا الفن الإسلامي، الفن العربي، في أيقونة رائعة هي مباني غرناطة التي سنلتقي معها الآن إن شاء الله عبر تلك الشرائح الموجزة جدا. فاخترت لكم اليسير منها، ونموذج عن كل يعني مبنى، فأخذت من القصور شيء يعني نموذجا، من الأبراج، من الحمامات السلطانية، من المدارس، والموضوع يعني طويل ودقيق جدا، ومن الغزارة بحيث أنه لا نستطيع أن نحصره في هذا اللقاء،
يعني سأعرض جزءا وأرجئ ربما يكون هناك لقاء آخر للحديث عن ركوش الملابس وركوش الأدوات على مرشم خبز مثلا أو سهم أو سيف أو أي أداة من الأدوات التي كانوا يستعملونها، أو كذلك أيضا على الملابس التي كانوا يهتمون جدا برقش الحروف العربية في صورة أبيات شعرية، مقطعات صغيرة أو يعني بيت أو بيتين على الأكثر حسب المساحة المسموحة، ربما تزيد حتى تصل إلى قصيدة كاملة إذا رقشت على سرير الملك مثلا أو كرسي الملك، أو ترقش على سفرة الطعام كما يعني فعل لسان الدين الوزير الخطير السياسي المحنك والشاعر الفذ لسان الدين ابن الخطيب. هذه الرقوش، إذن نحن تحدثنا ماذا كان يعني يرقش وأين كان يرقش وكيفية يعني طريقة الرقش. إذن كان هناك في حالة من الاهتمام العماري بين سلاطين بني مصر، كل سلطان يأتي يأمر بالتجديد وبالإضافة، إضافة قاعات إلى القصور، قصور مجموعة قصور الحمراء ومدارسها وكل مبانيها وأبراجها، فكل سلطان يضيف قاعة أو يضيف بناء، وهذا البناء يتم تجميله ورقشه وزخرفته ونمنمته بالأبيات الشعرية الرائعة التي جند لها كبار الشعراء من أمثال ابن الجياد وابن زمرك وابن تركون ولسان الدين ابن الخطيب. هؤلاء من أشهر الشعراء الذين تم رقش أشعارهم بوصاية وبتوجيه من الملوك أو بإعجاب منهم هم لتزيين هذه الأماكن، ولا أعتقد أنه كما سنرى يترك يعني شبراً واحداً حتى يتم رقشه وتزيينه. فغدت يعني مباني غرناطة كتاباً مفتوحاً، خلدت تاريخاً عزيزاً علينا جميعاً، وحفظته أكثر مما كانت تحفظ هذه المعلومات في الكتب. ونحن نعلم أن النهاية الأندلسية أحرقت فيها الكثير من عصارة فكر علماء الأندلس وشعرائهم، كانت تجمع هذه الكتب والدواوين ويتم حرقها، والقليل منها نجا عن طريق تهريبها عبر السفن حتى نزلت إلى المغرب العربي، وصار بعض منها إلى مصر وحفظت هنا أو هنا، ويتم العثور على مثل تلك الدواوين ربما في بعض المكتبات الخاصة. ولكن الحقيقة أن تسجيل هذه الفترة التاريخية المهمة جدا على جدران المباني كان له يعني الفضل الكبير في بقاء التاريخ الأندلسي. فهذه الرقوش تحمل معلومات، تحمل أسماء، تحمل أحداثا، وتحمل إعجابا بهذه المباني ووصف هذه المباني، خصوصا أن بعد السيطرة على هذه المملكة وانتهاء الحكم الإسلامي فيها
كان يتعمد طمس معالم هذه المباني الجميلة، ولكن ما زال يبقى منها صامدا إلى الآن. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخريطة عامة للأندلس، فيها الممالك، تظهر فيها الممالك وتظهر فيها المدن الكبيرة مثل ما نرى من طرطوسة وسرقسطة وطليطلة ولنسية والشاطبة والبسيط وقرطبة إشبيلية وغيرها، حتى يعني في الجنوب هنا مملكة غرناط، هذه التي بقيت فقط بعد الصراعات الطويلة والحروب المستمرة وسقطت فيها جميع الممالك الأندلسية، فقط بقيت غرناطة، وهذا أعتقد أنه يكون سببا في حرص يعني في حرص بني النصر وملوكهم وسلاطينهم على التمسك والتشبث بهذه المملكة ومحاولة إظهارها في أجمل صورة. إذا ما انتقلنا إلى مملكة غرناطة هذه هي هذا هو الجزء فقط الذي بقى، وهو قلنا فيه بسطة، وتحدثنا في اللقاء السابق عن عبد الكريم القيسي حينما تحدثنا عن التعريض في شارع عبد الكريم القيسي البسطي الغرناطي. هذه مدينته بسطة، وهنا البيرة ووادي آش وروندا، وهذه هي مملكة غرناطة، قريبة جدا، ولذلك من السهل نقل كل الآثار إلى المغرب، لأنه لا يفرق هنا سوى جبل طارق حتى نصل إلى سكة. هذا المخطط لمجموعة قصور الحمراء، هذه هي وتعتبر يعني في قلب مقاطعة غرناطة أو مملكة غرناطة، مجموعة قصور الحمراء الرائعة الأشهر في تاريخ البناء والعمارة في العالم، أعتقد لا يوجد مثلها أبدا. تحتوي على مجموعة القصور وحولها الأبراج من كل مكان، برج قمارش والمنظرة، وهنا برج الأسيرة، وكثيرة جدا هي يعني لا يعني أن نحصرها هذه الأبراج، وأيضا محاطة بالأبواب، ومنها باب السلاح، ومنها باب غرناطة نفسها، باب النبيذ، وكما نرى أنها أيضا حافلة بالحدائق الكثيرة جدا. وطبيعة الأندلس حقيقة طبيعة الأندلس، هنا قصر جنة العريف ولا إلى الشمال الشرقي لمجموعة قصور الحمراء، وكان يتخذ بالمصيف. نلاحظ هنا نهر حدرة وهو ممتد وطويل جدا، وأيضا هناك نهر شنيل. هذه العطية الربانية لغرناطة، جغرافيتها حيث الأنهار والجداول تحفها وتتوسطها في كل مكان، يعني عمل على إشاعة الألوان الجميلة والزراعات والأزهار والأشجار، كل هذا جعل من غرناطة فعلا بقعة جغرافية فريدة جدا.
إحساس الشعراء بهذا الجمال الذي يعيشون فيه ويحيط بهم فجر عندهم الشعر الجميل والإعجاب وإظهار هذا الإعجاب بما يحيطهم من جمال رباني في الحياة الطبيعية من حولهم من أنهار جارية وجداول متدفقة وزروع ونباتات وحدائق غناء وطيور صادحة، كل شيء جميل في غرناطة. وكان لابد أيضا أن تتوازى المباني العمارية مهما اختلفت وظائفها سواء للسكن أو للتعليم أو للاستشفاء أو لأي غرض آخر، بالإضافة إلى الوظيفة التي يقدمها المبنى العماري أيضا هناك الإحساس بالجمال. فكانت هذه المباني ربما خصوصا الأبراج تبدو صماء من الخارج، لكن داخلها غاية الفتنة وغاية الجمال وغاية التنمر. هذه النهاية وهو مشهد معروف وموجود، نستطيع يعني هو يعني مؤثر جدا. هذا هو الملك عبد الله الصغير يسلم مفتاح، هذا مفتاح غرناطة، يسلمه إلى الملك فرناندو وزوجته إيزابيل أو إيزابيل ملوك قشتة. هذا المشهد يثير المشاعر جدا، ولكن ننتقل مباشرة لشعار بني نصر وهو لا غالب إلا الله، وكأنهم كانوا يعني يستشعرون النهاية ويتخوفون، لأنه كل ما حولهم سقط ولم يبقى غيرهم، ومثل يعني ما قلنا ظلوا أكثر من 200 عام في صراع وفي محاولات مستميتة للدفاع عنها حتى انتهى الأمر. ولا غالب إلا الله، هذا الشعار نجده في كل مبنى في كل مكان في غرناطة، ولا غالب إلا الله. ونلاحظ هنا مكتوب بالخط الأندلسي الجميل، والألوان ما زالت، يعني بعض الألوان ما زالت، وهو يعني عادة ما كان يكتب على إفريز العواميد أو على تيجان العواميد المنتشرة في القصور وغيرها. قصر الحقيقة يعني هو يعني كما ترون يعني الغني عن الكلام. هذا هو قصر جنة العند في كان ملوك بني نصر يتخذونه للاسترخاء والراحة، ونرى هنا كم الاعتناء حتى بتنسيق الحدائق والمداخل والأبهاء. وهذه المرقوشة القصيدة مرقوشة على أفاريز الأقبية التي شاهدناها، يقول فيه الشاعر: قصر بديع الحسن والإحسان، لاحت عليه جلالة السلطان، راقت محاسنه وأشرق نوره، وهمت سحائب جوده الهتان، رقمت يد الإبداع في أرجائه. هنا يد الإبداع التي رقمت ورقشت ونقشت،
رقمت يد الإبداع في أرجائه وشيا كمثل أزاهر البستان. هكذا كان الشعر يتأثر بالجمال من حوله ويسجله ويعود بالفضل إلى أصحابه. فكأن مجلسه العروس تبرج عند الزفاف بحسنها الفتان، وكفاه من شرف رفيع القدر أن نال اعتناء خليفة الرحمن. خير الملوك أبو الوليد المنتقى من نخبة الأملاك من قحطان، المقتدي بالطاهرين جدوده أنصار خير الخلق من عدنان. لحقته منه عناية قد جددت منه جمال مصانع ومبان. وطبعا كلمة المصانع أو المصنع كانت تطلق على المباني، على العمائر، وهو مصنع يعني هذا في الأدبيات الأندلسية. نلاحظ هنا أن القصيدة تكشف عن اهتمام الملوك بالعمارة وبتزيين هذه العمارة. في عام نصر الدين والفتح الذي هو بالحقيقة آية الإيمان، لا زال معنوا بسعد خالد في نور إرشاد وظل أمان. هذا هو الشعور الذي يكتنف الجوانب نفس الشاعر ويحيا فيها هذا الشعور بالجمال والشعور بالامتنان لأصحاب الفضل في إقامة هذا البنيان وفي تنميقه ورقشه والأمر بإعداد قصائد لرقشه. فشاعرنا ابن الجايب وهو من أوائل الشعراء الذين يعني أنتجوا شعر الرقوش، والقصيدة كما نلاحظ هي خفيفة، خفيفة الوزن، رشيقة الموسيقى، تحمل قيمتين بارزتين، إحداهما فنية والأخرى حضارية. فالفنية نشعر بها في النغمات المنبعثة من تفعيلات بحر البسيط المجذوب لتتناسب، لأنه رقشت على أفاريز المدخل، فهي مساحة يعني الحيز محدود. ولذلك اختار ابن الجياب بحر مجزوء بحر البسيط، مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل مستفعل فاعل، فيها حتى يعني الإيقاع والإحساس الموسيقي رشيق وخفيف جدا. يدعم هذا الشعور والإحساس الصوتي والنغم الجميل تكرار الأصوات وما يحدثه من موسيقى لطيفة. كذلك لا تخلو القصيدة من الصور البديعية، فمنها مثلا أنه عقد رباط بين جمال القصر وهيبة السلطان مرة، فكأن جمال القصر استمد هذا من جمال السلطان ومن طلعته ومن هيبته، وتارة أخرى يعني يصوره في حسنه وبهائه وأنه في أكمل وأجمل منظر، وكأنها المرأة في يوم زفافها تتوشى وتتزين بأجمل ما لديها فتظهر في أحسن منظر. أما من الناحية الحضارية فهذه القصيدة رصدت أعمال رجال لهم دور حضاري في التاريخ وفي المجتمع. هؤلاء هم الخليفة الذي أنشأ المبنى، والخليفة الذي جاء من بعده فجدد صنيع سلفه وأضاف ربما بعض القاعات الجديدة، وأيضا المعماري الذي أخرج هذا التصور، هذه الفكرة في ذلك الحيز البنائي. ثم أيضا يأتي دور الشاعر
ليستكمل تلك المنظومة الرائعة من الجمال ليخرج بعدها هذا القصر في أجمل أشكاله. إذا هذا عن أول قصر. إذا ما انتقلنا إلى أبراج غرناطة، نأخذ مثالا واحدا فقط الآن، هو قصر، هو برج الأسيرة. برج الأسيرة كما نرى هو يعني مربع الشكل، كثيرة طبعا هي الأبراج التي أحاطت بغرناطة، وذلك لاستشعارهم بالخطر الداهم والمحاولات المستمرة لاختراق المملكة. هذا واحد من أهم أبراج غرناطة، برج الأسيرة، وكما نرى مصمت لكي يوقع الرهبة في نفوس الأعداء. ولكن إذا ما دلفنا من هنا، من هذا الدهليز، وندخل من هذا القبو إلى الأبهاء والقاعات، نرى جمالا لا حد له. فالزخرفة، من يسكن في الداخل؟ السلطان وكبار رجال الدولة والجنود، هؤلاء تزين لهم القاعات وتزين لهم الجدران، مثل تماما ما لاحظنا في هنا. هذان البيتان، يا ثقتي يا أملي، أنت الرجاء أنت الولي، فبالنبي المرسلي اختم بخير عملي. هذه مرقوشة على، ليست فقط على جدران برج الأسيرة، وإنما سنجد هذه المزدوجة منتشرة ومنصورة على معظم أبنية غرناطة. يا ثقتي يا أملي، أنت الرجاء أنت الولي، فبالنبي المرسلي اختم بخير عمل. وأنا أريد أن أقف عند هذه المزدوجة القصيرة جدا، لكنها تحمل من المعاني ما يعتلج في نفوس الأندلسيين، وهذا الشعور بالتعلق بالله لأنهم أصبحوا في خطر، يعني ربما لم ينجو منهم أحد. يا ثقتي، فيتعلقون بالله سبحانه وتعالى، يا ثقتي يا أملي، أنت الرجاء أنت الولي. نرى هنا التكرار والنداء، وأنهم لم يعد لهم غير الله سبحانه وتعالى، يلجؤون إليه ويتوسلون له بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خير، أن يكون عملهم هو خير ما يختم تختتم به حياته. هذا الرقش موجود على طاقتين معقودتين في البهو الذي يلي مدخل البرج. هذان البيتان كما قلنا هما متكرران في الكثير من الأبنية، ونلاحظ هنا حصر المبتدأ في الخبر، أنت الرجاء أنت الولي. إذن لم يعد لهم إلا أن يتمسكوا بحبل الله المتين. ثم هنا نأتي إلى التفعيلات، مجذور بحر الرجز، مستعلون مستعلون، مستفعلون مستفعلون، فهي تجعلنا نعيش حالة نفسها من الشعور. نلاحظ هنا السرعة، السرعة، وهو لم يتبقى لديهم وقت، هم يشعرون بأنهم لم يتبقى لديهم وقت، فكانوا يعني حتى ظهر هذا في استخدام الأبيات المرقوشة، مستعل مستعل مستفعل مستفعل، وهكذا، وكأنه يتوسل الشاعر شيئا قبل فوات الأوان، فهو معبر عن هذه الحالة من عدم الاطمئنان. ف يعني ينقل لنا هذا الإحساس السريع العروضي، فينقل لنا أيضا نحن حينما نقرأه
هذا الإحساس المتوتر. هذه هي، ولكن طبعا هنا في هذه الطاقة. وبالمناسبة هذه التيقان كانت متناثرة في كل الأبنية وفي كل القاعات، قد يكون بعضها يعني له وظائف وبعضها الآخر له وظائف، منها أنه يوضع فيها الماء في هذا الجزء، توضع قوارير الماء، ومنها أيضا ما كان يتخذ بوضع عزكم الله النعال للصلاة، يعني مكان لحفظ النعال. ولكن حتى هذا كانت تجمل وترقش، ونلاحظ هنا الأعمال الجصية والمقرنصات التي كانت هي ابتداع للأندلسيين، يعني تفوق الحقيقة هذه المقرنصات والتشكيل بالجص. ونلاحظ أنها، سنتحدث عن هذا بعد قليل، عن الزخرفة والتوريقات النباتية، يعني هي حالة من اندماج الجمال بعضه مع بعض. الخط العربي بين، والزخرفة المعمارية، كل هذا، والشعر الذي يحمل تلك المعاني والفلسفات والرؤى والمشاعر، كل هذا اندمج مع بعضه وتضافر إلى جوار بعضه حتى خرجت لنا تلك الرقوش الجميلة جدا والتي هي باقية إلى الآن. كما نلاحظ أن هذا الإفريز، هذا الإفريز يعني إفريز وهو ما يحيط بالطاقة أو يحيط بالنافذة أو يحيط بالقبو أو ما إلى ذلك، رقش عليه. ربما هنا هي غير واضحة، يا ثقتي يا أملي أنت الرجاء أنت الولي، فبالنبي، أعتقد أنها هنا أكثر وضوح، فبالنبي المرسل اختم بخير عملي، واضحة، شيء رائع جدا جدا. ننتقل الآن إلى، أعتقد أنها أعظم فناء وباحة وساحة عرفتها الإنارة الإسلامية العربية، لا يوجد مثلها أبدا، هذه باحة الأسود، عمدانها من المرمر، أصفى أنواع الرخام الغرناطي، أو أصفى أنواع الرخام على الإطلاق المرمر، كلها تيجانها ولا غالب إلا الله، ولا غالب إلا الله، ولا غالب إلا الله، وكلها مزدانة بالرقوش الجصية رائعة جدا، والمقرنصات الأعلى هنا. هذه الباحة هي متوسطة أربع قاعات رئيسية لاستقبال الوفود والأمراء والسياسيين والسفراء، ومنها بهو الريحان، ومنها قاعة الأختين، ومنها قاعة بني سراج وغيرها. تتوسطها تلك النافورة، وهذه هي كانت في ذلك الوقت معجزة هندسية رائعة جدا، سنرى هنا بالتفصيل في هذا في هذه الشريحة. هذه النافورة لنرى إلى أي مدى وصلت هندسة الأفنية أو الباحات واستخدام الماء في منذ ذلك الزمن البعيد. هذه النافورة نلاحظ نفسها، هذا نموذج تشريحي، يعني يعتبر رمزي للأسد، هي مجموعة أسود هم اثنا عشر أسدا. هذه الأسود لها دلالة رمزية، طبعا هي ليست منحوتة بشكل يحاكي الحقيقة، ولكن هي اتخذت كرمز للوقوف للدفاع عن قصر الحمراء، وهو ما يرمز إلى الحكم الإسلامي. فهي 12 أسدا، الماء يتدفق كما نرى، وما زال إلى الآن يخرج من مجاري
متصلة بقاعة الأختين ويمر حتى يصل إلى هذه النافورة، يخرج الأسد الماء منها ويعود مرة أخرى، لا يذهب هباء. الجميل هنا أن الأضلاع، أضلاع هذا ضلع، أيضا النافورة مكونة من 12 ضلعا تحتها أسد، ف 12 أسد مع 12 ضلعا من الرخام الصافي. مرقوش هنا ربما الكتابة يعني طبعا يعني تلمحي شيئا فشيئا، كل ضلع هنا من أضلاع النافورة يحمل بيتا من الشعر، فمرقوش عليها قصيدة مكونة من 12 بيتا من نسج ونظم الوزير الشاعر ابن زمرك. نقرأ هنا القصيدة ونعرف ماذا فيها، ماذا كتب، ماذا رقش على هذا الرخام الجميل. وطبعا الرقش على الرخام يكون أصعب بكثير من الرقش على الجص في حالة ليونته. يقول ابن زمرك فيها: تبارك من أعطى الإمام محمد مغاني زانت بالجمال المغانية، وإلا فهذا الروض فيه بدائع، أبى الله أن يلقى لها الحسن الثانية، ومنحوتة هي هذه الرخامة، ومنحوتة من لؤلؤ شف نورها، تحلى بمرفض الجمان النواعية، يذوب لجين سال بين جواهر، غدا مثلها في الحسن أبيضة صافية. فكأنه هو يعني يربط ما بين صفاء الرخام وبين صفاء الماء الذي يجري فيها. تشابه جار للعيون بجامد، الماء والنافورة الرخام، فلم ندري أي منهما كان جارية، ألم ترى أن الماء يجري بصفحها ولكنها سدت عليه المجاري. يعني هي تحيط هو يجري، ويعني هذا التناقض الجميل، الماء يجري ولكنها تحيطه وتسد عليه أن يذهب ويتركها. وهي في هذه الحالة من الإحاطة والرعاية للماء كمثل محيط بالماء، فاض بالدمع جفن، امتلأ جفن بالدمع، وغيض ذاك الدمع إذ خاف وشي بلع، ابتلع هذا الدمع مخافة أن يراه الوشاة والحاسدون على حبه. وهل هي في التحقيق غير غمامة تفيض إلى الأساد منها الصواقية، يتعطي الأساد فيخرج الماء منها، وكأنها ساقية تدور وتدير الماء. رائع جدا التصويرات ابن زمرك، ويعني وصفه لهذه النافورة التي تتوسط باحة التي هي تتوسط باحة قصر الحمراء. وهذه في حال الجريان وفي حال الصفاء وفي حال العطاء والإغداق المستمر، لأن هذه هذا الماء يجري ويخرج من في الأسود على مدى 24 ساعة، لا يتوقف أبدا. وهي في هذه الحالة من استمرار العطاء قد أشبهت كف الخليفة في عطائه وفي كرمه وفي إغداقه، إذ غدت تفيض إلى أسد الجهاد الأيادية، فيا من رأى الأساد وهي روابط عداها الحياة عن أن تكون عوادية. هي أساد لكنها يعني كما لاحظنا أنها لم تتخذ وضعية الهجوم، ولكن هي في حماية العرين، في حماية العرين. ويا وارثا، يا وارث الأنصار لا عن كلالة. إذا وارثا لأنه أصولهم تنتمي إلى الخزرج، لا عن كلالة، تراث جلال يستخف الرواسية، فهو تراث ثقيل، تراث عتيد، عليك سلام الله فاسلم مقلدا، تجدد عيادا وتبلي أعدية. وهكذا كانت عادة ما تختم كل مرقوشة بالدعاء إلى الخليفة. ف
فكما نرى وصف للمبنى، وصف لجماله ورونقه وبهائه، وذكر لفضل منشئه والدعاء له بالسلامة والانتصار على الأعداء. هذه هي يعني التقطت بعض ما يعني، لأنها هي دراسة الحقيقة يعني موجودة في كتابي فن الرقوش في شعر الأندلس على عصر البرناطين المدرن، أحببت يعني أن أتي من هذا الطرف. ننتقل الآن إلى قاعة أخرى لنرى يعني المهابة والفخامة، وهذا وربما يؤخذ يعني البعض كان يأخذ على القائمين على تلك القصور المبالغة في تزيينها والمبالغة في تنميقها، والإنفاق بهذا الشكل يعتبر يعني شيء من البذخ والإسراف، وأنه هذا يعني ما سبب في ضياع الأندلس. ولكن بقي لنا يعني هذا على مر الأزمنة والعصور، شاهداً على عظمة العمارة الإسلامية وشاهداً على جمال الفنون العربية التي لم يعني لا يوجد لها الحقيقة مثيل يعني أبداً. نلاحظ هنا هذه المقرنصات، طبعاً المبنى واضح أنه عالي شاهق جداً ومزين بالمقرنصات وبعض الطاقات، وهنا هذا هو يعني ذكاء المهندس المعماري القديم في أنه يجعل إنارة هذه القاعة الكبيرة جداً إنارة طبيعية من خلال تلك النوافذ العلوية التي تسمح بدخول الضوء الطبيعي إلى القاعة. لنرى ماذا رقش هنا على هذه الأفاليس، هنا أبيات شعرية في كل مكان. هذه القصيدة وهي أيضا شعر زمرك يقول فيها: تبارك من ولاك أمر عباده وأولى بك الإسلام، وأولى بك الإسلام فضلا. وأنا ما أريد أن نرى كي لا أطيل. فكم بلدة للكفر صبحت أهلها وأمسيت في أعمارهم متحكمة، وطوقتهم طوق الإسار فأصبحوا ببابك يبنون القصور تخدما، وفتحت بالسيف الجزيرة عنوة أو عنوة ففتحت بابا كان للنصر مبهما. وإلى نهاية القصيدة، ويبدو أن الوقت يعني يسرقني مع هذا الجمال. هذه هي واحدة من أبيات القصيدة: تبارك من ولاك أمر عباده فأولى بك الإسلام فضلا وأنعم. نرى هذا هو رقش بالجص على طورقات نباتية جميلة جدا تحف هذه، وكما نرى الأشكال الهندسية والزليج هنا، وسنتحدث عن الزليج الغرناطي الذي اشتهرت به غرناطة، وهو قطع من الخزف تجمع وتتراص لتكون هذا المشهد الجميل في ليكتمل بهذه الصورة. وهنا بيت آخر مرقوش من أبيات القصيدة السالفة يقول في ابن زمرك: فيبنى العلا والحلم والباس والندى، ومن فاق أفاق النجوم إذا انتمى. هنا ولا غالب إلا الله، وهنا أيضا وكما نرى هذا الإبداع وتلك الروعة، وهي مرقوشة أيضا على توريقات نباتية، فجمعت يعني المحاسن يعني كلها. هذه القصيدة هي على بحر الطويل: تم التفعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل،
مقبوضة العروض والضروب والضروب. طبعا المكان كما رأينا هو متسع جدا لكي يسمح اتساع المكان، يتحدد الرقش استخدام عروضه وعدد الأبيات حسب حجم البناء ومساحة البناء المسموح بها. فكان من المناسب أن يمجد فيه السلطان محمد الخامس بتلك القصيدة الرائعة الطويلة على تفعيلات بحر الطويل العريضة، وهي من القوة تذكرنا بمدح أبي تمام للمعتصم في وصف انتصاراته في عمره. ننتقل الآن إلى قاعة الأختين، وهي سميت بذلك الاسم لوجود قطعتين من الرخام نادرتين متشابهتين تماما لونا وحجما. ونرى هنا أيضا نفس الفكرة الهندسية من الإنارة لتسمح بالإنارة الطبيعية، وهذه المقرنصات وتلك العقود المتوالية، وهنا يرقش الشعر هنا وهنا. ونفس القصيدة التي رقشت في قاعة الأختين سنجدها مرقوشة أيضا في قاعة أخرى. قصيدة طويلة مثل ما نرى، إذا ما كانت القاعة سعادة الدكتورة انتهى الوقت؟ بقي 5 دقائق، تفضلي. تمام. هنا واحد من هذه الأبيات المرقوشة: تمد لها الجوزاء كف مصافح ويبنو لها بدر السماء مناجين. هذه مدرسة غرناط أو المدرسة اليوسفية نسبة للسلطان يوسف الثالث. كما نرى حتى المدارس، يعني كما قلت، مثل يعني حتى ولو اختلفت الوظائف المعمارية فإنها كلها يتم رقشها وتزيينها. وهذا ابن الجياب يقول: يا طالب العلم هذا بابه فتح، فادخل تشاهد سناه لاح شمس الضحى، واشكر مجيرك من حل ومرتحل، إذ قرب الله من مرماك ما برح. ولسان الدين ابن القطيب أيضا ينظم قصيدة لترقش على جدار المدرسة الغرناطية، ويقول فيها: ألا هكذا تبنى المدارس للعلم، وتبقى عهود المجد ثابتة الرسم، ويقصد وجه الله بالعمل الرضا، وتجنى ثمار العز من شجر العزم. تفاخر مني حضرة الملك كلما تقدم خصم في الفخار إلى خصم. وكأن السلاطين يتبارون في إنشاء دور العلم. وطبعا الأندلس اشتهرت بالعلم، حتى أن شباب أوروبا وطلابهم كانوا يأتون إلى الأندلس لكي يدرسون فيها. وإذا توفير السلطان هذه المدارس وتعزيزها بالأساتذة الأفذاذ في كل المجالات كان يعفي الطلاب الأندلسيين من السفر ومن مخاطره حتى يطلبوا العلم في بلاد أخرى. هذا فضل لملوك بني النصر حققوه للأندلسيين من طلبة العلم، ونحن نعلم أن أهل الأندلس أهل علم، وهم سريع التعلم لأن فيهم ذكاء وفطنة. طبعا في تناسب رائع جدا بين أوزان الرقش وهي على بحر الطويل، يعني المساحة تسمح بذلك، وبين المبنى. لا أريد أن أطيل، فالقصيدة هي طويلة الحقيقة والحديث عنها طويل. هذه منظرة دار عائشة، نرى يعني غاية الاعتناء بالمرأة وبإعطائها كل ما يحيط بها يكون جميلا مثلها، ويعطي لها مساحة من الحرية. نرى سعة النافذة، والزجاج الغرناطي المشهور بصفائه وجودته، النافذة متسعة جدا لتسمح لها بهذه الحرية وتطل على الحديقة الداخلية تحميها يعني. وفي هذا نظرة إلى
فلسفة العمارة الإسلامية التي تحمي أهل الدار أو أهل البيت من أن يتطلع عليهم الغرباء. لكن هم ليسوا مسجونين، ولكن يطلعون ويشرفون من خلال تلك النوافذ على الحدائق الداخلية للقصر. هذا هو هذه هي الرقوش، رقوش في كل مكان وعلى أفاريز الشرفات. هذه القصيدة مرقوشة هنا، وفيها وصف لجمال حتى الزجاج المصنوعة منه. نأتي هنا إلى الحمامات السلطانية، وفيها أيضا هندسة الماء البارد والماء الساخن، وهي أيضا أفاريزها كلها عليها أشعار، وإن كانت نحيت يعني خصوصا تلك المباني. طيب نكتفي بهذا القدر من العرض لكي نحقق الجانب الآخر من اللقاء. أهلاً وسهلاً سعادة الدكتورة. شكراً سعادة الدكتورة على ما قدمتموه في طرحكم الشائق والمميز. وكنا نود أن الحديث يمتد، لكن نفسح المجال للمداخلات والأسئلة، وفي ذلك زيادة إثراء وإمتاع. نأخذ أول مداخلة أستاذ محمد من الدكتورة نهاد الطبلاوي. دكتورة نهاد تفضلي، مرحبا بك. السلام عليكم. السلام. أولا تحياتي للجميع، وتحياتي لأستاذتي الحبيبة دكتورة إيمان، يعني تحياتي الخاصة لحضرتك أستاذة إيمان، أستاذة يعني علم من أعلام المجال اللغة العربية. أشكرك، أشكر لك حضورك، وأشكر لك وقتك والمعلومات الثرية الإسرائية اللي حضرتك أثريتي بها وقتنا. ويعني الحقيقة نحن في مزيد من الشغف والشوق والاشتياق لمزيد من المعلومات الثرية الجميلة. فأولا الشكر لحضرتك، والشكر للمجمع على هذا يعني لهذه المحاضرة الثرية، ويعني شكرا جزيلا، ونريد وعد بسلسلة من المحاضرات. شكرا جزيلا دكتورة إيمان. أنا أشكرك على مداخلتك وعلى تقديرك، وإن شاء الله ينفع يعني هذا العلم للجميع. والحقيقة إنه هذه فن الرقوش يعني هو طويل جدا، لأنه لا يوجد جزء من مبنى من مباني غرناطة لا يوجد فيه رقش يعني. فأعتقد إنه هذا النوع من الموضوعات يحتاج إلى سلسلة محاضرات إن شاء الله. فعلا يا دكتورة، هو جميل من جميل. جزاك الله خيرا كثيرا. شكرا. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. عبد الله، في مداخلات أخرى؟ نعم، الدكتورة خديجة الصبان تفضلي. دكتورة تفضلي. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتورتنا الفاضلة، وشكرا على هذا الثراء. حقيقة أشياء جميلة جدا طبعا يتطرق إليها، غالبا لا يتطرق إليها، فهذا اختيارك لهذا الموضوع موفق، بارك الله فيك، لنعرف ما ضمه ذلك التاريخ وتلك الحضارة. سؤالي، أنت ذكرتي أنه طبعا شكرا، لأشكر المجمع الذي أتاح هذه الفرصة لنا. ذكرتي مثلا تقولين القصيدة المرقشة، هل تقصدين أن القصيدة بها القصيدة التي كتبت على هذه الرقوش، أم لها أم أنها قصيدة لها خصائص مختلفة عن بقية القصائد؟ شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، تفضل يا دكتورة. أهلا، دكتورة أهلا وسهلا للدكتورة خديجة. هذه القصائد المرقوشة سميت من فنون الرقوش، هي يعني أمر بها لتنظم لكي ترقش، فهي مجعولة لترقش، ولكنها هي ليست مختلفة، يعني مضامينها هي من مضامين الشعر العربي، أوزانها من أوزان الشعر العربي، ليست مختلفة في شيء سوى أنها
يعني نظمت لأجل هذا الغرض من كبار الشعراء. ما شاء الله تبارك. طيب نشوف الأستاذ عبد العزيز الشعلان. تفضل أستاذ عبد العزيز. إلى أن يجهز الأستاذ عبد العزيز، نرى في الدردشة أحدهم يسأل يا دكتورة إيمان عن نشأة فن الرقوش. السلام عليكم. أو تاريخ فني. أستاذ عبد العزيز. السلام عليكم. حياك الله، تفضل أستاذ عبد العزيز. سلام الله. نشكر الدكتورة على هذه المحاضرة الجميلة، ونشكر المجمع على تنوع الموضوعات. الحقيقة ليس لدي سؤال معين، لكن ربما تكون أن هذه المحاضرة أو هذه الإطلالة على هذا الموضوع الذي يعني من جانب يخدم تراثنا ويخدم حضارتنا ولغتنا كذلك، العمارة الإسلامية، العمارة الإسلامية بما فيها هذه الرقوش أو النقوش التي سلطت عليها. يعني عمارة مميزة الحقيقة، هو جديرة بالاهتمام من الباحثين ومن المهتمين من المؤرخين. أستاذ عبد العزيز الصوت بعيد. نعم أستاذ، نرجع للسؤال الذي ذكره مقدم اللقاء أستاذ محمد عن تاريخ فن الرقوش، نشأته وكيف نشأ الرقوش. فن الرقوش حقيقة هو ما كان موجودا في المشرق، ولكن لم يصل إلى هذه الذروة كما وصل في الأندلس، وبدأ من العصور الأندلسية الأولى. لكن مع يعني الشعور بالخطر والشعور بنهاية الدولة الأندلسية، كان هناك رغبة حقيقية من السلاطين والخلفاء أن يسجلوا مآثرهم على جدران المباني التي يعني أنشأوها وتورثوها وأضافوا إليها. فكان هذا الاهتمام الكبير بفن العمارة وزخرفتها ورقش الأشعار التي تسجل أمجادهم عليها، كان هذا الدافع إليه الشعور بدنو النهاية أو بقروب النهاية. هذا الخوف والقلق دعاهم إلى هذين، ولكن كان موجوداً منذ بداية الدخول الإسلامي للأندلس، ولكن بلغ ذروته في العصر الغرناطي. شكرا لك يا سعادة الدكتورة. في سؤال آخر في الدردشة من مسعود الفايدي يقول هل قصائد المرقوشات لها ديوان أو مؤلف يضمها أو مؤلف يضمها على غرار المعلقات، وتعريف لكل قصيدة واسم المبنى الذي رقشت عليه وتاريخها وعدد الشعراء الذين شاركوا فيها؟ لا، هذه المرقوشات لم تجمع جملة في ديوان، ولكن ديوان كل شاعر يحتوي على قصائده. وبعض كتب الأدب والتي أرخت للأدب يعني مثل نصح الطيب وغيره من الكتب، هذه القصائد مسجلة فيه، ومسجل تاريخها، ومسجل ناظمها، مسجل ناظمها، ومسجل أيضا السبب الذي نظمت من أجله وفي من وأين. هذه المعلومات كلها موجودة في كتب تاريخ الأدب، ولكن ليس لها نظام، ليس لها ديوان خاص بها يجمع كل هذه المرقوشات والشعراء. شكرا الله لك سعادة الدكتورة. أحدهم يسأل ما الفرق بين النقوش والرقوش؟ هي الرقش والنقش في اللغة واحد. نفع الله بك سعادة الدكتورة. عبد الله، في أحد من المداخلين؟ نعم، مداخلة من الأستاذ سهام العربي.
تفضلي استاذ سهام. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. معكم أستاذة سهام من الجزائر. تحية طيبة للمجمع وللدكتورة على هذه المحاضرة. صراحة أنا لست من يعني محبة للغة العربية وليس تخصصي فيها، فأنا يعني يلفت انتباهي ويعجبني كل ما يقدم عن هذه اللغة. سؤالي فقط للدكتورة هما شقين. الأول، هل هناك يعني من سبق الحضارة الإسلامية في هذا النوع من الرقوش على المباني ويعني كتحف؟ هذه سؤال أول. سؤال ثاني، ما مدى إقبال الغرب سواء في إسبانيا أو الغرب بصفة عامة على البحث في كنوز هذه الرقوش وما تحمله من موروث حضاري؟ وشكرا لكم. نعم. أهلا، تفضل يا دكتور إيمان. أيوة، شكرا أستاذ محمد. طبعا فن يعني الرقوش والكتابة على الجدران هذا فن موجود من يعني ضارب بجذوره في التاريخ، فنجد المعابد الفرعونية القديمة هي عبارة عن متاحف مفتوحة يعني مرقوش عليها بالكتابة الفرعونية والرسوم والرموز، وليس في مصر فقط وإنما أيضا في كل في بلاد العراق، أيضا في الشام وفي المملكة العربية السعودية هناك العديد من الرقوش التي تسجل التاريخ وتسجل الحضارة في تلك الفترات من عمر الزمن البعيدة جدا. فالرقش وهو الحفر على الجدران والمنحوتات والجبال هذا موجود لأنه الإنسان بطبيعته منذ العصور الصحيحة كان يسجل أدواته وحروبه وغزواته وكل شيء، كان علومه أيضا كل شيء كان يسجل، ولكن سواء بالرموز التصويرية أو بالحروف كان هذا موجود منذ الزمن البعيد. يعني كل البلاد ذات الحضارات لديها مثل. الشق الثاني للأستاذة، السؤال الأستاذة سهام، يعني نرحب بها من الجزائر، مدى إقبال الغرب على هذا؟ الغرب مهتم جدا بهذا لأنهم بعدما كانت النظرة عدائية وربما كان هناك اعتداء واضح وسافر جدا على تلك المباني بما تحمل من حضارة إسلامية، أصبح هناك الآن وعي كبير بأهمية هذا لأنه جزء من الحضارة، فالاعتداء عليه أصبح يعني شيء مرفوض حضاريا. هم يهتمون بهذا، والأندلس أسبانيا الآن هناك العديد من المراكز منها مركز الأندلس لحوار الحضارات يهتم جدا، العديد جامعة مدريد ومكتبتها كلها، جامعة غرناطة ومكتبتها كل هذا، ويهتم جدا جدا بالحفاظ على هذا التراث وإعادة يعني البحث فيه والتنقيب فيه لأنه يحمل أشياء لم تكن عندهم هم، يعني هم تعلموها منا نحن، فالآن هناك يعني صحوة كبيرة جدا للحفاظ على هذا والعناية به ودرسه. شكرا الله لكم سعادة الدكتورة. في مداخلة مرة أخرى من الدكتورة نهاد الطبلاوي، تفضلي الدكتورة نهاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقة دكتورة عندي سؤال حضرتك، يعني قمتي بالتدريس للطلاب من غير العرب والطلاب العرب،
فما كانت يعني أنا يعني أسأل حضرتك عن انطباع كل من الفريقين عن تدريس مثل هذه النصوص الأصيلة من في الأدب الأندلسي، يعني كيف كان يعني أثر أو وقع هذه النصوص على الطلاب من غير العرب والطلاب العرب، وما يعني تعليق حضرتك على هذا الأمر؟ شكرا جزيلا حضرتك. العفو، تفضل دكتور أيمن. طبعا بالنسبة للطلاب العرب الحقيقة يعني هو فن الرقوش لا يدخل في المناهج بشكل صريح، يعني لا يوجد منهج عن فن الرقوش، وهذا للأسف يعني في مناهجنا في دراسة الأدب الأندلس، إنما ندرس الأدب الأندلسي، ندرس الروميات والموشحات، وندرس القصائد وعلى تعدد أغراضها، وندرس تاريخ الأدب الأندلسي، ولكن لا يوجد إفراد متميز لدراسة الرقوش كمنهج في الجامعة، ولكن قد يكون في التذوق الأدبي. يعني أنا يعني درست في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية في قسم العمارة، وربطت بين، وكان الحقيقة في يعني استحباب لهذا، وكان هناك في ترحيب كبير جدا حتى من إدارة الكلية، من إدارة القسم نفسه أيضا، لتدريس لتدريس هذا الموضوع وهو فن الرقوش وارتباطه بالعمارة الإسلامية، ووجدوا فيه شيئا يعني لم يألفوا من قبل، مع أن الذين كتبوا في الرقوش يعني هم كثيرون، منهم الدكتور محمد الجمل ومقطوعته من تبنتها مكتبة الإسكندرية، ولكن التعرض للناحية الأدبية في الرقوش، ربما تثبت الرقوش تاريخية تثبت، ولكن التعرض لها من الناحية النقدية الأدبية هذا ما يعني تفضل الله ومن به عليه. فدرسته للطلبة العرب ورحبوا به أجمل ترحيب، ويعني حقيقة فتنوا به. الطلاب الأجانب أيضا عرضت على المستوى المتقدم منهم، لأني درست الطلبة الأجانب في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وكان من ضمن الموضوعات الثقافية التي تعرضت إليها فن الرقوش، وكانوا في حالة انبهار الحقيقة يعني، واصطحبتهم ووعدوني، وكان منهم أسبان، وكانوا هم يمدوني ببعض المعلومات أيضا، فكان هناك ترحيب جميل يعني، واصطحبتهم إلى بعض يعني مثيل هذا، مثيل هذه الرقوش في الإسكندرية، وذهبنا إلى مسجد الإمام البوصيري ومرقوش عليه قصيدة البردة للإمام البوصيري. نعم، مسجد أبي العباس. نعم، ومسجد أبي العباس المرسي أيضا. نعم. فكان يعني كان في استجابة لطيفة جدا، وكان في حب لهذه الفكرة يعني، وسعدت بها، أنا سعدت جدا أثناء تدريسي في هذه الفترة. يعني هو دكتورة فعلا يعني هذا الموضوع أو هذا القسم أكثر نجده في قسم الآثار الإسلامية في العصر الأندلسي. نعم. شكرا جزيلا حضرتك، بارك الله فيك دكتورة. أهلا وسهلا، شكرا دكتورة. في مداخلة أخرى، مرة أخرى من الدكتورة خديجة الصبان، تفضل يا دكتورة. شكرا جزيلا دكتور، اسمحي لي فيما يخص قدم هذه الرقوش أنها ضاربة في أعماق التاريخ. طبعا هي على 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 الصخر وعلى، لكن أنا أقصد أريد أن أعرف فيما يخص وجودها في هذه العمارات الفاخرة في القصور وفي المساجد، وهل كان لها وجود في الدولة العباسية في المشرق أو في ما قبل ذلك، أو أم أن هذا لا أظن أنه خاص بالأندلس،
لكن أريد أن أتأكد فقط هذا شيء. الشيء الثاني أن هناك فرق بين طبعا الترادف في اللغة العربية يفيدنا أنه إذا وجد لفظان يشتركان في معنى عام لابد من وجود فروق بينهما، وإلا لكان وجود أحدهما زائدا لا حاجة إليه. فأرى أن النقش يعني كما جاء في المعجم نقش الشيء ألونه بالألوان وزينه، أما الرقش فهو ذكر نقشه وزخرفه وحسنه وزينه. أظن أن الفرق بينهما في أن الرقش فيه هذا الحفر وهذا التميز عن النقش، يعني فيه زيادة، الرقش فيه زيادة على النقش من ناحية يعني أداء الشكل. وشكرا، أكرر شكري لك وبارك الله في علمك وفي ما قدمتي. نعم تفضل يا دكتورة. طبعا أرحب بالدكتورة خديجة وبملاحظاتها، والرقوش يعني كان لها جذور في المشط، ولكنها لم تأخذ هذا الشكل المتكامل بحيث تكون قصائد ترقش حتى في الأندلس، إلا في نهايات الأندلس في العصر الغرناطي، ولكن كان لها طبعا لا يوجد فن ليس له بدايات، يتطور ويتطور حتى يبلغ أوجهه مثل ما حدث لفن المرشحات. عن الفرق بين الرقش والنقش، يعني بينهما طبعا صدقتي دكتورة المترادفات، يعني حتى هناك من يدعو إلى أنه ليس هناك مترادفات، وأن كل مفردة لها شخصيتها وتأتي بشيء آخر أو بمعنى آخر، ويبقى الفرق بين الكلمتين فارق دقيق جدا، ولكن لابد أن يكون موجود، وهذا هو ما بين الرقش والنقش كما تفضلت وأوضحت، ولكن بينهما شيء، يعني بينهما شيء مشترك، وربما هذه الرقوش تلون أيضا، ما شاء الله. يحدث هذا في بعض الأوقات. شكرا. شكرا شكرا سعادة الدكتورة. في بعض الأسئلة موجودة في الدردشة، يعني في سؤال يقول هل هذه الرقوش ما زالت موجودة ومفتوحة لزيارة السياح؟ وأيضا في سؤال ثاني من الدكتور حسن الدوسي، علم الأنثروبولوجيا وعلم الرقوش أيهما أدق في التسمية؟ تفضل دكتور. الرقوش ما زالت موجودة، منها ما هو ما زال على حاله، ومنها ما انمحت أجزاء منه، ومنها ما طمست معالمه سواء تعمدا أو بفعل الزمن، ولكنها هي ما زالت على كل حال موجودة إلى الآن. ويعني الحكومة الأسبانية يعني بدأت منذ يعني عقود في الانتباه إلى هذا ومحاولة الحفاظ عليه باعتباره جزء من حضارة بلادي. السؤال الثاني، أنا أجبت عن هل هي ما زالت موجودة، والسؤال الثاني عن علم الأنثروبولوجيا وعلم الرقوش أو فن الرقوش، هل أيهما أدق في التسمية؟ يعني والله نحن يعني نميل إلى تعلم أن المصطلحات الأجنبية تأخذ في التطور والتغير، ونحن نفضل التسمية العربية لأنها هي تحمل المعنى الذي نريد، فهو الرقش بهذه الأدوات وتلك المواد المكون منها، وبالطريقة هي طريقة قديمة جدا، فنحن نتحدث عن هذا في ذلك الزمن، فنفضل استخدام مصطلح الرقوش. شكرا الله لك. عبد الله فيه مداخلين ولا نكمل الأسئلة اللي موجودة عندنا؟
حاليا لا يوجد مداخلات، ممكن ناخذ اسئله من الشباب. طيب في سؤال من الاخ عبد الله دكتوره يقول هل هناك ارتباط بتطور العماره الاسلاميه في ذاك الوقت بتطور هذا الفن؟ بدون شك يعني كلما تطورت العماره، يعني مثل هذه العماره لا يعني لم يوجد لها مثيل من قبل، يعني هذا التطور في الهندسه المعماريه وفي تنميقها وزخرفتها وتزيينها ورقشها، هذه يعني كل علم ياخذ مراحل تطور، يعني حتى اللغه تاخذ مراحل في التطور، هذا شيء امر طبيعي يعني التطور، فحتى تصل الى هذا الى اوج يعني ازدهارها في العصر الغرناطي على هذه الشكلة، يعني يدل على الاهتمام، اولا الاهتمام بالعماره وببراعه المهندسين المعماريين الاندلسيين وبراعه البنائين ايضا. جميل جميل. السؤال يرتبط به ايضا، هل او الحضاره الاوروبيه هل هي امتداد الحضاره الاندلسيه ام الحضاره الاندلسيه نتاج تطور الحضاره الاوروبيه؟ الحضاره الاوروبيه هي نتاج حضاره المشرق التي انتقلت الى الاندلس واستمرت وفاض علماء الاندلس من فيضاتهم و مخترعاتهم وأفكارهم ومؤلفاتهم، هم نهلوا عنا هذا وأخذوا عنا هذا، سواء من العلوم المشرقية التي برع فيها العلماء العرب خصوصا في عصر الدولة العباسية وما شهدته من نهضة علمية كبيرة جدا وحركة الترجمة التي قامت فيها وبناء دار الحكمة واهتمام الخلفاء العباسيين بالعلوم، وكل هذه العلوم والأداب انتقلت يعني تدريجيا إلى الأندلس. الشخصية الأندلسية هي شخصية يعني مثل ما قلت هي محبة للعلم، يعني حتى الشعب بطبيعته هو محب للعلم والشعر، حتى أنهم كانوا يتغنون شعرا يتكلمون شعرا. يأتي الطلبة الأوروبيين ليتعلموا من العرب المسلمين في بلاد الأندلس لأنها هي الأقرب إليهم، وقامت الحضارة الأوروبية الحديثة على علوم وعلى قرائح وعلى مؤلفات و ذخائر العقلية العربية الإسلامية في ذلك الوقت، حتى أن قاعاته ما زالت تحمل يعني. شكرا دكتورة. هو نحن قربنا على الانتهاء تقريبا، بقي ثلاث دقائق، لكن فيه سؤال يعني هو سؤال أخير تقريبا، ما الفرق بين فن الرقش وفن النحت؟ وأظن يعني تحدثت عنه في بداية يعني الرقش هو التنقيط بالحفر على المباني أو حتى على المنحوتات نفسها، يعني ربما المنحوتة يرقش عليه، وهذا يعني ربما يأتي إن شاء الله في لقاء آخر، لأنه الموضوع يعني لو يعني أثار إعجابكم يعني إعجابكم أو فضلتموه من الممكن أن يكون هناك جزء آخر نتحدث عن نعم نعم جميل والله الموضوع جميل جدا، وحتى في بعض المطالبات إنه يعني أنك تتحدثين في المرشحات الأندلسية وكذا. نعم ولكن إن شاء الله، ولكن هي المرشحات يعني لم يكن لها حظ الحقيقة في فن الرقوش، يعني لم ترقش مرشح، يعني كلها إما قصائد أو مزدوجات. جميل. أو بيت واحد. جميل، شكر الله لك سعادة الدكتورة على ما أثريتيه لنا، وفي
في نهاية هذا اللقاء وبعد هذه الجولة من محاضرتنا أو من محاضرتنا في ومن المتداخلين، لا نملك إلا أن نقدم لمحاضرتنا سعادة الدكتورة الشكر الجزيل على إثرائنا وإفادتنا وإمتاعنا، كما نقدمه لجميع الحضور على متابعتهم ومشاركتهم، والمعذرة لمن لم يشارك لضيق الوقت، ونذكركم بتسجيل اللقاء وعرضه في قناة مجمع اللغة العربية في اليوتيوب. وأيضا ألفت أنظار الحضور الكرام إلى الروابط الموجودة في الدردشة، وهي رابط الحصول على شهادة الحضور، ورابط العضويات التابعة للمجمع، ورابط متجر المجمع المعروض فيه إصدارات علمية ثرية. ونلقاكم بإذن الله في لقاء قادم، ونستودع الله الجميع إلى ذلك الحين. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.